شايفين الحمام اللي هو سايب ده؟ انا مربي حمام سايب حوالي 40 قص او يمكن زيادة شوية لو حسبنا الشبابات. في مكان تاني فيه برضو مجموعة شبابات. انا قررت بسبب غلو الكلفة ان اتخلص من معظم الحمام ده، هذبح الحمام اللي ملوش لازمة واسيب حوالي 10 قصوص، واحول التربية بتاعتي بدل السايب احولها على قد ما اقدر لسلكات. النهاردة رحت اتفقت في سلكات، ما عجبنيش السلكات الجاهزة، فرحت اتفقت في سلكات جديدة تتعمل عمولة يعني، ودفعت منها عربون الحمد لله. هقول لك على كل التفاصيل، بس اعمل لايك للفيديو وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وحشتونا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. ارجوك اعمل لايك للفيديو، اللايك بتاع حضرتك بيفرق جدا جدا للفيديو، بيرفع الفيديو وبيرفع القناة كمان. زي ما قلت لك في فيديو قبل كده ان انا هتخلص من الحمام اللي هو السايب ده بقدر الامكان، هسيب عدد قليل جدا، هشوف الحاجات اللي هي مستواها رديء اذبحها، والحمام اللي هو كبر في السن اذبحه، والحمام اللي كان اتصاب بمرض الروش قبل كده وتعالج وعقدت عليه برضه هتخلص منه. كل ده بالذبح. هوري لك برضه عينات من اللي انا هاخدها اذبحها النهارده. انا ذبحت قبل كده طبعا، وبرضه لسه هنشوف هذبح ايه النهارده. دي مجموعه من الحمام اهو اللي هذبحه النهارده. بحاول ان انا طبعا الحمام متلخبط، الحمام اللي متربي سايب ده، فانت مش عارف ايه اللي بينتج وايه اللي مش بينتج، فالموضوع صعب شويه غير اللي في سلكه. اللي في سلكه انت بتبقى محدد وعارف ده بتاخد منه ايه، القص ده بتاخد منه ايه، وده بينتج وده ما بينتجش، فبتقدر تتحكم في الموضوع، وكمان بتتحكم في مقدار الكلفه اللي انا قلت لك قبل كده ان هو تملى قبضة ايدك كده لكل فرد وبتاكله بس، كل فرد في السلاكة. اما الحمام السايب انت ما بتقدرش تتحكم في الحاجات دي. فانا طبعا شفت النهاردة مجموعة زغاليل طبعا اللي مستواها مش عاجبني، اللي مستواها تعبان، قررت اذبحهم مع بعض الحمام اللي هو الكبير اللي انا شايف ان هو سنه كبير. يعني لو شفنا الفرد اللي قدامنا ده اهو، شايف من جفون العين من منقاره طبعا زاجل، بس سنه كبر، انتاجه بقى ضعيف. وحتى لو هو والله كان رائد على حصى، حتى لو هو طلع زغليل فبرضه الزق بتاعه ما بيكونش زي الشاب. وطبعا ده الفرد ده برضه شايفينه اللي هو كبير في السن ده اهو، الفرد ده برضه كبير في السن وكان اتصاب بالروشة قبل كده، فبيطلع بيضة مخصبة وبيضة غير مخصبة البيض بتاعه يعني. طيب نشوف كمان الفرد الاحمر ده، النتاية اللي ورا دي، النتاية دي برضو كانت عقدت عليها، لسه الرقبة ملوحة زي ما حضراتكم شايفين. طيب ده ايه عيبه ايه؟ هو اشتغل وبيحص وكل حاجة، لكن بتنزل البيضة محببة وبيكون بيضه فارغ او بيض ما بيفقس اللي هو الفرد ده. تمام بالشكل ده يبقى هنتخلص منهم بالتدريج زي ما قلت لك قبل كده. شايفين المنظر؟ انا بقالي سنين ما غيرتش الحمام ده، فطبعا لازم اجدد منه فيه، هجدد منه فيه، اشيل الكبير اللي زي ده في السن، اجدد من الشبابات اللي هي اولادهم برضو، اولادهم هيكون مستواها كويس. لكن طبعا المنظر ده انا سهى عليا ان انا بقالي كام سنه طبعا ما كنتش فاضي من التصوير ومن شغلي، فالموضوع يعني زاد عن حده. لما بقى عندي حوالي 40 الى 50 قص، فيهم حمام كبير في السن كتير وحمام غير منتج كتير، وما انتش عارف من كتر الحمام ما انتش عارف ايه اللي بينتج وايه اللي مش بينتج علشان اتخلص من الحمام اللي مش بينتج. فطبعا هو هبدأ من هنا بسبب غلو الكلفة، الموضوع اصبح لا يحتمل. طبعا التربية في سلكات زي ما حضراتكم شايفين، انا مربي يعني دول مثلا هنقول سلكتين في اربعة فتمن عيون. لو قلت لك ان التمن عيون في سلكات باخد منهم انتاج احسن من حوالي 40 قص الشغالين التانيين دول، مش هتصدق. التربية السايب انت مش متحكم فيها، الديكور بتعاكس بعضها، ما بتقدرش تتحكم في كمية الاكل اللي انت بتحطها للاكل للحمام، الحمام بيهدر كتير في الفاضي، فهو الموضوع كله اصبح مكلف. فالتربية السايب يا جماعة اصبحت عبء كبير جدا، التربية السايب اصبحت خراب بيوت للشخص اللي هو زي حالاتي كده، اللي هو مش قادر يعرف عنده ايه شغال وايه مش شغال. لكن لو هتربي سايب يكون بقدر الامكان اللي انت تقدر تحددهم
كم قص فعلا اخدين بعض، ما يكونش فيهم نتاء زياده، ما يكونش فيهم ذكر زياده، ما يكونش فيه شبابات، ما يكونش فيه ذكر فرضاني يعكس الحمام. لكن هي التربيه في سلاكه اللي عجبني فيها، اللي زي ما بقول لك كده، انا قدام القص ده انا عارف هو اعمل ايه، انا عارف القص ده بيطلع ايه وما بيطلعش ايه، وبيلحم او ما بيلحمش بالنسبه للحمام اللاحم. فبقدر اختار القصوص اللي هي تفيدني، اللي ما بيعجبنيش بغيره على طول، يعني ده مش عاجبني ممكن اذبحه، مش هقول لك ابيعه، زي ما انت شفت كده انا بذبح على طول اللي مش عاجبني، ما ببيعش الا الحاجه الكويسه. وارجو من الناس كلها انها تعمل كده، ما تبيعش لحد الحمام اللي مش عاجبك، ما تبيعوش، كله انت اذبحه وكله، ربنا هيعوضك ان شاء الله ويكرمك باحسن منه، وربنا هيبارك لك في اللي عندك كمان. للي هياخد منك حاجه هيدعي لك، ياخد منك قص شغال تديهوله من السلاكه زي كده، يضمن ان هو شغال. زي ما انا بعمل كده، انا بجهز دول اهو، بجهز حوالي 4-5 قصوص، بس بستناهم ان هم يحصهم علشان اعطيهم لصاحب النصيب اللي هو مكلمني، بس بكلام ان هو حاجزهم بالكلام مش بفلوس. بس انا قلت له لما الحمام يحص عندي واكشف على الحصى واعرف ان هو عمران ابدهم لك، علشان اعرف ان ده فعلا يكون قص شغال. هو ده اللي انا بعمله مع اي حد عايز حمام شغال. اما اللي يقول لي انا عايز شباب، بقول له ما اضمنلكش يتذكر من النتاية كمان، علشان ان هو اريح دماغي. طيب بالنسبة ان انا قلت لك ان انا رحت اشتري السلكات الحديد، انا رحت اشتري السلكات الحديد، لقيت 4 عيون بتتباع عند حد من الناس اللي هي الصيدليات البيطرية او محلات البيطريين، ببيع يعني ادوية بيطرية، وعنده سلاكة 4 عيون. فبسأل على السلاكة 4 عيون بكام يا عم الحاج؟ قال لي السلاكة ب600 جنيه. طبعا يعني في ناس هيقول كتير، في ناس هيقول قليل، بس بصراحة انا ما جبتهاش علشان هي ما عجبتنيش، مش عشان سعرها. ورحت اتفقت على سلكات عمولة، هبقى صورها لكم ان شاء الله واقول لك الفرق بينها وبين اللي انا شفتها ايه، وهنقول كل الكلام ده كله بس ان شاء الله لما استلمها. انا على استلام يعني ان شاء الله بالكتير اسبوع ونستلم ان شاء الله، لكن الفرق كبير في السعر. اتفقت فيها السلكة ب800 جنيه، بس لما تيجي هنشوف الفرق بينها وبين اللي انا شفتها جاهزة، وهل تستاهل فعلا ولا ما تستاهلش، وهقول لك مين اللي عملها، اللي انا عاملها عنده، لو اللي يحب يعرف برضو انا عملت السلكة عند مين عمولة. فطبعا هو يعني كل يوم في زيادة اسعار، وان شاء الله يعمل لنا حاجة كويسة ان شاء الله، وهوريها لكم باذن الله اول ما نستلمها. وادعوا لنا ان شاء الله يعدي الايام دي على خير، اللي فيها غلو الكلفه وغلو الاسعار وغلو السلكات، وربنا يعينكم. انا بس بقول لك الكلام ده ليه، انا مش عايز حد ييأس وانك انت تقول ايه، انا بسمع الكلمه دي كتير، يقول انا هفض الحمام، انا هذبح الحمام اللي عندي كله، انا هصفي الحمام. انت عمرك ما هتقدر تصفي الحمام كله، انا بقول لك برضو الفيديو ده علشان تعرف ان انت عمرك ما هتقدر تصفي كل الحمام. يبقى زي ما قلت لك، انت مش هتقدر تصفي حمام ولا هتقدر تبعد عن الحمام. يبقى كل اللي تعمله ايه، ان انت تسيب بس عندك الحاجة اللي لها لازمة او الحاجة الضرورية، تربي الحاجة القص العزيز عليك، اللي ملوش لازمة مفيش داعي منه. ما تربيش حمام بلدي، ما تربيش حمام بلدي، انا قلت لك قبل كده الحمام اللي هو الحمام البري بالاخص، الحمام اللي مش هتلاقي فيه لا وزن ولا حجم ولا هو اصلا سلالة تنفع، بلاشه خالص. انا بذبح الزاجل اللي هو بتخلص من الزاجل، يبقى انت هتربي البلدي، واللي عايز زاجل اديله زاجل، اللي عايز زاجل بدل البلدي هديله زاجل بدل البلدي. انا ببيع زاجل وببيعه سعر فعلا قريب من البلدي، اللي عايز جزة غليل زاجل ب70 جنيه، اللي عايز شباب ب100 جنيه، اللي عايز حمام زاجل شغال ب120 جنيه، اظن مفيش اقل من كده، قريب من اسعار الحمام البلدي. انا هذبح دول، وبرضو مع المتابعة هفرز برضو الحمام الايام القادمة دي برضو، وهدبح تاني يعني مش هستنى، واللي هبيعه هبيعه، واللي هدبحه هدبحه. انا هسيب بس 10 قصوص، ولما نجيب السلكات اللي احنا اتفقنا عليها مع اللي بيصنعها، ربنا يبارك له ان شاء الله ويكرمه كده ويصنع لنا حاجة كويسة نفرجكوا عليها، حاجة تشرف يعني في القناة، ونبقى نعمل له نقول اسمه ان شاء الله اللي عايز. اللي انا هعمله ان انا هشيل الرفوف دي، هشيل الرفوف دي ملهاش لازمة، الحتة دي تاخد لها سلكات 60x60، هتاخد لها 3x4 ب12 عين بإذن الله، الجنب ده لحد الباب الصاج ده، من الحيطة كده لحد الباب الصاج زي ما حضراتكم شايفين كده، الباب ده هتاخد لها 3 كده بإذن الله. وهنا ممكن أحط هنا 1 2 غير الاتنين دول، كفاية عليها قوي، بس أنا أقدر أرعيهم، لأن طبعا حضرتك عارف إن متابعة الحمام اللي في سلكات، إن أنت تسقي كل قص لوحده
طبعا هنقول الكلام ده لما نستلم السلكات كله، ان انا هتابع كل قص لوحده في العيون كده، غير لما انت بتيجي تحدف شوية اكل كده وتحط مسقة زي دي في الارض كده والحمام يشرب منها للحمام السايب، فبتبقى سهلة عليك، حبة اكل بتحدفهم وشوية مية وخلاص بتبقى سهلة. هو ده اللي كان مخليني بصراحة ان انا اربي الحمام السايب، لكن اللي اكتشفت ان التربية السايب دي خراب بيوت اذا ما خدتش بالك من الاسس اللي شغال عندك ايه واللي مش شغال ايه. لو العدد زاد منك مش هتعرف طبعا تتابع الحمام السايب. اما في السلكات فهتقدر تتحكم في الموضوع. ان شاء الله سلم السلكات ونصورها لكم قريب جدا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.